راه يقعد في المغرب خاطرش المغرب دار نتيجه مليحه في لاكوب دي موند بون ما ولاتوش باش في الماتش الاول هذاك مع في الماتش الاول تاعو هذاك مع اللي كيف سميها لي ها مع ايران الايرانيين خشوا شويه كانوا يلعبوا كما حنا نقولوا شويه بعنف ما غدروش يمترزوا الماتش بصح كي لعبوا مع ليكيبات الكبار كما البرتغال وسمو داروا نتيجه باهيه ويعني ونتمنوا للمغرب ان شاء الله نشوفهم في لاكوب دي موند. الايجابيه باش ما تبغيوش نتوما الاتحاد الجزائري تفاوضوا نتوما كشعب جزائري واش تشوفوا تبغيو تشوفوا في المنتخب؟ شوفوا احنا كشعب الجزائري كالمغرب العربي وكل احنا المنتخب المغربي يمثل شمال افريقيا وكل وما عندناش كما احنا نقولوا احنا تاثير تاع السياسه ما يحكمش فينا تسمى احنا نهضروا ما نهضروش بلي سونتيمون بالعاطفه نهضروا كاخوه كدم وهذه هي احنا تفرجنا المغرب وشجعنا فريق المغرب وفريق المغرب شغل الفريق تاعنا يعني فريق الجزائر ولا فريق المغرب عندنا احنا لا ميم شوز فريق واحد وتمنينا الفريق التونسي يكون في المستوى اي يكون في المستوى شمال افريقيا يعني واسمو وتمنوا يعني احنا ورانا غايضنا الحال جات المناسبه رانا غايضنا الحال كي المغرب ما داش تنظيم تاع كاس العالم لانه كان يستحق التنظيم هذاك يستحقه واول مره باش نهضروا اول مره خشت السياسه في التنظيم الدولي في فيفا الامريكان هنا استعمل السياسه وجامي صارت نورمالمون يتحاسب عليها في الفيفا بصح ضربوا النح ها ضربوا النح دخل السياسه قال لهم اللي ما ينتخبش ما يجيش مع الولايات المتحده الامريكيه رايح نحيلوا الدعم هنا دخلت السياسه بصح واحد نهضر وللاسف هذو هما الدول الضعاف وبين بلي كان الشرخ في الـ عند الـ العرب والحمد لله يعني اول مره شرفنا الموقف تاع الجزائر اللي احنا رانا دوله عايشين داخلها شرفنا الموقف كي جات مع المغرب وسادت المغرب وانما ولو انه بحاجه قليله بصح شرفتنا والحمد لله احنا كنا نستنوا من الجزائر اكثر باش يوقفوا مع المغرب وحنا هذه هي الشيء اللي يجي للمغرب قليل ونتمنى لها يعني النجاح لانه دوله كبيره دوله عريقه لانه الدول تتقاس بالتاريخ الدوله اللي عندها التاريخ هي في شمال افريقيا هي المغرب ثم تونس ومن بعد احنا الجزائر.